تمينا بولاية بيها بس تحشيش بطيخية كل الناس حبوها أموري وأثير وأرس ويغسان كنا أسرار عدنا وما تعرفوها وأعضاء الفريق اتفقوا بهاليوم كل أسرارهم للناس يحجوها أوي قبل كنت هواية أزحف شاف ويدور حنا هسه كاره شكو بلية من ورا اللزقة جنان لو شفت مطلب كيف واركض على حواجبي هسه ماجد المهندس صار كل صاحبي 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 غالي وغالي كنت تيه بالعلاوي الكردة وين تصير مدري محدق وقضي نايم ولي محتارين بمري أجبال نصادق كنت لاعب حتى لو مسحول دوري هسه نشأة صار ضلعي وشقية من نور صبري جيب الكاس جيبه جيب الكاس جيب الكاس جيبه لك جيب الكاس جيبه سمير الشعب لو ينجمع كله شعب واحد ايد بيد بلحظة هم أقدر أقطع مو لعب كامل مفيد الله قبل بالسيطرات هواي قطاني هسه الشرطة قاموا هم ينطوني العشر تالاف بد ما تدرس عيوني ومن 25 وفوق ومن 25 وفوق يصير القط يخافون يصير القط يخافون لا حديد يزلي رسايل ترى ما عندي وقت قبل عادي كنت اجاوب لان محدق كنت طاق هسه من الاخير ومن ما يعرف اثير انا مو ذاك الحديقه نجم هسه صرت اني خوش امثل ليش مظلوم يعني شلون اضرب روحي طرقه البس احمر العالم يعرفون ابو الاحمر ترى مخرم الحلقه اريد ابعد اشكي وعلى حالي ابكي دجانة ترزع دوري كلمتي انا احكي اي ما نتوالى احساني وعلي فاضل حاروق يطلعني ولاعب طوبه بالعالم ومن الصير الاغوى وعركها بالولايه راسي البلواني وكلها من ورايا محضر لكم وصايب بس صبرولي محضر لكم وصايب محضر لكم وصايب محضر لكم أنا يا ناد شاعر للزواحف كتبت هواي بس السوق واقف لك وينهم أهل الحب وينهم أهل الدوب وينهم جماعة قلب الصغير لا يتحمل قصايد حسكين افتح قلب حبيبتك تلقاه أحمر ماكو شي بايت كله فريش اش كله فريش كله جديد ما عدنا شي بايت يعني ماكو شي مستورد كله منا وعنهم اللي يدعمون الزحف الوطني لك قصايد عدنا ما الطلاق عدنا ما المصارعة عدنا كل شي عدنا حتى زولية قديمة كل شي عدنا قرب يا ولد قرب يا ولد أموري لك أموري أحسن شاعر بالعالم إيش قد أطلبك؟ وتراي لاي 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 وتراي لاي 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 وتراي لاي 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 انطيني استفتاح يلا بسرعة أموري إحنا بيناتنا فلوس؟ نعم وتراي لاي لاي لاي
ترى لا 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 لك انت ما تستحي. اجيت نرد تصارحها كتبت لك قصيده صارحتها صح. اجيت نرد تخطبها كتبت لك 4 بوذيات خطبتها صح. اجيت نرد تتزوجها كتبت لك 3 دارميات اهلها انطوك اياها بلا مهر. واني مأخر عليك شيء؟ لك صار عندك 2 جهل وبعدك كل شيء ما مسددني. امو مو رجعت لك الدارمي الاخير؟ اي بس رجعته مصوف يا اخي. لك تيشيرت هو؟ اسمع هاي 50,000 ايه هاي مال القصيدة الفاتت. خوش اريدك تكتب لي قصيدة جيدة بس كون شنو يعني اطلق وما ادفع النفقة والجهال يبقون يمي. هاي كلها تذهب قصيدة واحدة؟ شنو هواي عليك؟ لك شنو البطاقة الموحدة بس فهمني. يعني هسه ما تدبرها اروح؟ لا مع الاسف عليك طبعا ادبرها. يلا مبلل وناشف. يعني شنو؟ يعني تحفظ تكتب. امو انا وين اعرف اقرا واكتب؟ احفظ ماشي. ما تبقين الله كذاب بعدني كل شيء ما قايل. مو قلت اسوي لك واحد يسوي هيك شيء؟ ما تبقين صدقيني اطلقك لو رحت للصين واجيب بنتين وقمر الدين واجيب خاولي التحسين. اموري انا وزوجتي تحسين ايش جابه بالنص؟ يعني بشربك انت مسافر ترجع ايدك فارغه لازم توزع شيء للولد يعني. بعدين ترى الصين رخيصه مو غاليه. اقول لك هاي ما الصين انت ذاكر وطيران انا ما عندي. بشرفك خلينا بالعراق. ماشي وصدقيني اطلقش لو رحت للصين. ليش لا تصيحين؟ تذكرين من سويت وشيتت بالطين وفقدت حسابي بس خلصتش تحسين. اموري بس انا ما ضاربها. لك بابا هددها خليها تخاف منك. ها كمل كملت. شنو بعد شو تريد؟ شنو هي هالقصيده؟ اي تخبر هاي. اموري مو احس بيها شويه نقص؟ وترى لا 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 ترى لا لا لا. لك بابا هاي القصيدة روح وملك علاقة خلاص. بس شو تسوي؟ اي تلبس قميص مشمشي. لبست وبسطال واصل لركبتك. ركبتي وتقراها يمشيحها وفضل لك يم بيت ام تحسين. بيت ابو تحسين خلاص ماشي روح هاي. وترى لا لا لا. لك وينهم اهل الحب؟ وينهم اهل الدوب؟ وينهم جماعة قلب الصغير لا يتحمل؟ السلام عليكم. وعليكم السلام اخويا. شلونك حبيبي؟ لا تقول لي ما اشتغلت. لا اشتغلت. لا عشك عندي مشكلة صغيرة. شنو اقول؟ هاي القصيدة اللي اخذتها من عندك. ايه؟ اخذتها الطالبة كانت بالسادس قبل شهرين. ايه تخرجت هسه صارت بالكلية. ايه سهلة اعطيني القصيدة خلي اشوفها. ايه هاي هاك شوف خاف ما تقعد عليها. لا سهلة سهلة. اوقف دقيقة. اي والله رحم الله والديك. لا بخدمتك صدق كذي. خلصت هاي. سويت لها؟ شلت لك الصدرية خليت لك زي موحد مال الكليات. يعني سترها ما لها. هاي خلصت. وش قد تكاليفها؟ لا لا خليها علي يا حبيبي. لا قل لي تكاليفها. لا ما سويت لك شيء خليها علي. والله العظيم ما يصير. يا بطينا 10 مال القماش. يا بطالب 5 الله يخليك. طيب والله علي ب6.5. اوقف خليني اشوف ايش قد عندي خرده انطيك. 5 وانا اخوك فتح. في دول قلبك حبيبي تدلل. انا مشكلتي مو هنا اموري. يا ستار يا ستار يا ستار يا ستار. انا مشكلتي اكبر. شنو؟ المره اللي كفتني على الخاص ذا اخونها. ايه؟ وزعلت وزعلتها طولت صار لها 6 أشهر بالبيت وما اعرف شو اسوي. رحت لهواي شعراء كتبوا لي بس ما فات. تصوشك لا جاين من البداية. هاي العدية جيتك راني. ايه تشوفني ايش كتبوا لك بالله. ايه هاك استنى. كل هذا. لا 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 مستحيل. سرطان؟ كاتبين لك 2 دارمي قبل الريوق. اي والله حتى معدتي تدمرت القرحة رجعت لي. زين هذا صدق يحكي كاتب لك ابو ذية واحدة قبل الغداء؟ اي والله. انت ايش قد وزنك؟ 120. لا ابو ما يفيدك انت لا تقص هذه الله يرحمون عليك. زين ها شنو هنا ما جاي افتهم ايش يقول هذا ايش كاتب لك؟ هاي كتب لي ومضى بالليل. لك صدق ما يستحي. يعني الموضوع خيانة وهاي كاتب لك ومضى؟ لا عاد إذا يجيك 2 توم جهال شو يكتب لك هذا؟ والله ما عاد جيتك أنا يا أخي غير أنت تفتهم. حبيبي باع راح أغير لك كل هذا العلاج. عافية. وشوي شوي تبدي تتحسن. شنو علاجك؟ راح أكتب لك ورا الريوق 3 أبوذيات جناسهن في ديتك. أدري منين أجيبن يا أمور الله يخليك. أنا راح أكتب لك واحدة من عندهن. بعد لا روعة أكتب لا في ديتك. لا في ديتك. رجعي لي أبو سيدك. في ديتك. ما حد نشف دموعي. بديتك. بس تحسين نشف خاولي. تحسين منو؟ الولد جابوا له خاولي من الصين وقرر يساعد كل العلاقات الزوجية. يعني هذا تحسين راح يتدخل بحياتي وبعد ايش راح تكتب لي؟ راح اكتب لك ومضى قبل النوم وخاف تجي وتلقاني معزل. دير بالك تروح لواحد غيري ترى احتمال يطوق صيني وتتعذى. يعني انا على مودك. شو يصير يعني؟ ما اريد اخوفك. وقصيدة اسبوعية تاخذها ورا الريوق بس هاي لازم تلتزم بيها ترى اذا ما التزمت احتمال يوقع شعرك. شنو كيمياوي؟ اكثر اسمع. صح سمنان. اي والله. لا لا هاي مو وياك هاي بالقصيدة. ها اي. صح سمنان بس تعبان وما نايم ابد جوعان تتذكرين من بجيت وجب الخاولي تحسين. اقول لك تحسين هو دخل بحياتي كلش خوش ولد درى مال الله تحطه على الجرح يطيب. ضمانتك يعني؟ بضمانتي. كمل.
بس جوعان وما اكل المخ ولسان. اي والله اذني مين حمود ضيت شوي. شيل لك اياه. اي والله شيل هندا تقدر. راح اخلي لك خس هم يضعف وهم الياف. يلا ما يخالف. صح جوعان لكن بس عافيه وما ارتاح بس للخس عافيه ولو تحسيني يتنحس. هو مو خوش ولد بضمانتك يا ابا. ترى الدنيا الليل هواي دزين اشوف الساعه بيش بشرفك يعني ما ترام يعني ولد هم لازم يصير عصبي شويه. اقول لك اذا القصه كلها انت حسين خو بعوفك واروح له. لك تحسين هيش الزين لك جبت لك خاول من الصين وسويت للمره دوف وشيتت بالطين. لك تحسين هيش الزين. نرحب بكم بحلقه جديده من برنامج ولايه بطيخ. كل مكاتب الخطوط الجويه العراقيه الحمد لله وشكر دا تسجل ارتفاع ملحوظ بقطع التذاكر بالسفر تحديدا مكتب كربلاء. ايضا في بغداد في مكتب السعدون حددوا انه هذا الشهر والشهر اللي قبله واللي قبله اكو ارتفاع ملحوظ قطع التذاكر والسفر في مطار بغداد. هذه اول تلبار حصل التقطوها بمطار بغداد. ستمنى ما حد يزعج بيت ابو عبير لان قاعدين دا يتريقون خطيه طيارتهم يعني هواي تاخروا عن ما يسافرون. نكمل باقي اخبارنا. اعلن عن موعد للانتخابات في 12 ايار السنة الجاية. اكو ناس معارضة هذا التاريخ يقولون بعيد 12 ايار 18 يعني بيت ابو عبير راجعين وراجعين شبعانين يعني احتمال حتى ما يتعشون من تنزل الطيارة المطار. زين ليش اكو مؤيد وليش اكو معارض؟ مؤيدين فلوسهم جاهزة راح يصرفون المعارضين شوي عدم اوكي زين. طبعا مثل ما يقولون انه الحداد رايد شغلات والشغلات يم العطار والعطار يم النجار والنجار يم البنشرجي والبنشرجي فاكيد الانتخابات تحتاج الى مفوضيه انتخابات. مفوضيه انتخابات لازم تتشكل ولذلك عندنا اربع قوائم مجلس النواب. فريق الاعداد مالتنا دا يتعب. شوف شلون احنا عندنا اربع قوائم كل قائمه بها 9 اشخاص مرشحين للمفوضيه يعني المفروض 36 اسم. زين احنا يعني ها شنو ها شلون كاتبها رياض غازي فارس موجود بالقائمه الف وباء ودال وجيم. اوكي يعني واحد تصير يعني. اسعد علي حميد الفتلاوي موجود بالف ودال وجيم. معتمد نعمه عبد المحسن موجود بالف وباء ودال. هيجي بس المفاجأة وين بالمرشح الكردي رزقار؟ لا رزقار موجود بألف بس باء هم موجود لكن إذا رحنا الدال راح نلقاهم موجود. انتوا جايبين مجموعة ودا تفروهم علينا. زين يعني واحد يعني واحد ليش ما يسوي في الدعاية انتخابية مرتبة الدولة يعني دعاية ترشيح حلوة انه رؤساء الكتل هم اللي رشحوا هاي الاسماء يفترون بين النواب يقول له دي شوف هذا استاذ حازم الرديني مثلا والله ممتاز وموجود بألف واذا تريد بباء فهم حازم الرديني موجود واذا تريد بجيم فهم حازم الرديني موجود بس اذا اردت بدال وانا راح اصدمك راح تلقى حازم الرديني هم موجود. يعني معناها اكو تقريبا 5 اسماء من 9 هم موجودين بالاربع قوائم. يعني تريد غزال تاخذ احمد رحيم بشاره تريد ارنب تاخذ احمد رحيم بشاره همينه. صدق لو قالها كاظم الصيادي أنا سامع بالعشرة مبشرين بالجنة بس الخمسة مبشرين بالمفوضية هاي ما سامع بيها. سيدي الحقنا سيدي سيدي الله يخليك الحقنا الحالة مستعجلة. أنا وجهازي عالجسر وقت العصر نحسب دنق ونعد تيول عبرت الشط على عمودك
خير يا طير، مقعدين من النوم وجايبيني شكو. سيدي غير الحالة مستعجلة. لك بابا توني نايم وحلمي خبل، يهو أهم الحالة مالتكم لو الحلم مالك. الحلم سيدي. لك هيك واقف ومسبح العرض 50 متر والنزال 120. يعني أكو هيك مسبح سيدي؟ إلك غير حلم هاي سطي. سطي؟ يعني شنو سطي سيدي؟ لك يعني لا أنت سطل ولا أنت مطي. الله. لك غطيت هيك بالمي، طلعت من الصفحة الثانية كان من ألقى قدامي منو سيدي؟ كيم كارداشيان. الله، أكيد أخذت السيلفي مو؟ لك لا، توني داقرا لها، قلت لها إيش تحتاجين؟ جنسية، شهادة جنسية، بطاقة سكن تموينية، كامل مفيد يفيدك 100%. الله سيدي تخبط. قالت هذني كلهن عندي، بس محتاجة أطلع أنا وخواتي بطاقة موحدة. طبن خواتها منا قعدتوني من النوم منا. لا سعد لا ما أنزل ما وخر اليوم انتحر لا متن على القضية سعي يستاهل. شبي البطل سيدي، هذا من العصر واقف هنا، لا هو المنتحر ومخلصنا ولا نازل ورايحين لهن. بابا شنو سالفة سعد؟ سعد من أهم الشخصيات بالعراق ومن الشخصيات اللي انذكرت بالتاريخ. غير يستقر حمرابي، شلون انذكر بالتاريخ؟ انت يعني رخصك شايفة الأسد مال بابل؟ شايفة. ماكو واحد نايم جواه؟ شايفة. هذا يستاهل جاي بدل دهن. سعد شايفة تمثال ما المتنبي؟ اي هذا هيك مسوي شبي؟ هاي كان يرجع سعد يستاهل على البيك. اي تبغى اقول الحصان مالي. سامع بشلال قال على البيك؟ منو ما سامع بي؟ عوف القلي. ايه علي صديقي. اوكي. البيك سعد شربه. وشنو يعني؟ واذا سعد ذاكر التاريخ؟ انا ذاكرين بكل المواد الباقية. شنو يعني؟ انا اقول لك سامع بالامعاء الغليظة بالاحياء؟ يعني ولا زغرم بيك. انا تشفصت بيها. على راسي. سامع بواو الجماعة باللغة العربية؟ صح. الجماعة ذولا انا موقفهم. على راسي. لك سامع بالبحر الاحمر بالجغرافية؟ بالضبط. هذا انا صابغة وزنجاري همينه. وإذا ما راح تفهمني شنو سالفة سعد، راح أدخل بيك بتاريخ الرياضيات وأقلب وجهك مثلثات. يا فؤادي سعد طلع تهريب. لزمه. سعد ما يلزم. لعد القشقشية دتشو. سعد ما ينضرب. لعد انطلب وصار عليه هواية دين. سعد ما ينطلب. يا فؤادي يستاهل. عنده معاملة طول بيها 8 أشهر وثلاثة أيام. شنو هي المعاملة؟ يقال اسمه يا فؤادي يصير اسمه زايد. عالشيخ زايد يعني. ما أعتقد سعد بهذا النضج. يا الله يا مفكر، الله يا عميق. سعد حتى يصيحون يا أبو يستاهل أبو زايد. زين هسه إذا أنا جريت التليفون وفضيت لك هاي المعاملة وغيرت اسمه راح تبطل ما تنتحر وتنزيل؟ افكر. عرفتك، انت منتحر محير، لا واقف ولا تشيت، لا ترقص ولا تكيت، لا ترجع ولا تبيت. فؤادي على راسي. لك انت سامع بحي الجامعة؟ والله عشان سمعت منك. عوف الحي، هاي الجامعة مالتي. لك انت تندس ساعة كهرمانة؟ ايه. عوف الكه، انا راح افجرك بالرمانة. لك تندل هور رجب؟ ايه. خلي الهور على صفحة رجب صديقي. شرف. يلا بابا روح. روح بلغنا الشرطة النهرية، خاف هذا الشيت يطلعونا. يلا امشي. يلا. حبيبي بالسلامة. وخر وخر، لا حد يلزمني. لا حد يجيب لي الشرطة. ما اريد احد يقنعني بالحكي. اليوم لازم اصعد وانتحر. دوام على دوام. قبض قبض. وقفة يا شي ما ترها. لك انت وين رايح؟ انت شنو واقف هنا؟ انا ضابط، انت منو؟ انا ابو الاحمر. لك ابو الاحمر منو؟ اللي مخرب الحلقه يا معود. لك حبيبي الغالي. حبيبي سيدي على راسي. الله يخليك. ليش تريد تنتحر؟ والله سيدي خبلوني، يعني ذول التعليقات السلبيه دمروني. واحد يقول هذا شكله مال باتشي، لا تخربه بالتمثيل. صح. واحد هسه النوب شنو؟ فرقد فرقد فرقد. هسه تقول اسمي صح؟ لا لا، التعليقات صح، التحليل قبلي. تعال. لا والله انت قبلي، ما يصير. ابد والله ما يصير. التعليقات موجوده. تعال سيدي شلون تعال؟ عاد تعزموا وانت راح اشمركم اثنيناتكم. لك بابا راح اقول لكم كلمه للتاريخ. قول. اذا الانتحار صار هيته، واذا المدمبل نطسيته، واذا الحراره قامت تنقاس بالفيته، اليوم كل من عندكم يروح البيته. يلا لك كانت تفلت منها. يلا اقلب اقلب واحدة من أهم الأحداث اللي صارت عندنا أيضاً هي سفرة دكتور العبادي الإقليمية اللي سواها، وكانت يعني سفرة موفقة فعلاً. شفنا الاحتفالات اللي صارت بالسعودية وطريقة الاستقبال وفي بعض الدول العربية أيضاً. لكن عندنا معلومة بسيطة أن مكتب العبادي أعلن عن سفر 4 مرافقين بس، هو يعني بس 4 وزراء، واللي رايحين فعلاً 4: 1 ثقافة، 2 النقل، 3 تعليم، 4 الزراعة، 4 الصناعة،
4 الخارجية، 4 الدفاع، 4 التخطيط. احنا ما بدنا نعد غلط يعني. هذول 8 زين، اكو 4 وين راحوا؟ 4 وين راحوا؟ وين راحوا؟ عرفت. يم بيت ابو عبير قاعدوا يترايقون وياهم. حي كله معزل. هسه انت وقتش تعطلين يوم الجمعة؟ اكو نافي ترى يصلحها؟ لا، اخابر على واحد عرف. السلام عليكم. الله يساعدك. شلونك حبيبي؟ ايه الاخبار؟ اغاتي الحمد لله. وش شلون الصحه حبيبي؟ بس افتهمني. ها والله الاخبار. اوقف يا حبيبي اوقف، الاخبار زينه. سيارتي عطلانه. الى رحمه الله. لا ما ماتت السياره، البقيه بحياتك. بحياتك الباقي حبيبي. اريدك تصلح لي السياره. السياره دت عتعت ووقفت راسا. عتعت؟ ايه وقفت. كبي نو كبي، ما بيها غير عافيه. هذا تغيير جو. مو انا البارحه ما شادرتها بالليل فنشلت. اكو مضمد هنا اضربها ابره؟ ابكي طين على ابره. حسون ابرتين خبط. انت مضمد لو فيتر. سبع صنايع وحسون ضايع. ذني ثلاثه مو سبعه وحسون. وين خليه يجي يساعدك؟ شوف العطل وين؟ من هاي العين الى هاي العين. هاي عيونه وين خالهن ما ادري. افتح لي البنيت. يا بنيت هذا الصندوق هذا. ماكو فرق كل العراق. روح. هذا ايش يسوي؟ سد الصندوق. اسد الصندوق؟ سد الصندوق. فوق راسك؟ سد الصندوق. لا بالله. ها بشر. شو بشر؟ ما سمعك ما سمعك. لك طبعا ما تسمعني غير انت جوا الصندوق. ها؟ انت جوا الصندوق. بس عيد ما افتهمت. لك بابا راح تبليني بلوى انت. اطلع 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 اطلع. ايش عندك بالصندوق؟ ماكو شيء هنا يصلح. ها شلون صرت هسه؟ الحمد لله والشكر النشلة خفت شوية. لك انت شعلي شلون صرت السيارة؟ شلون صارت؟ المهم تعال تعال، هذا صندوق، هذا بنيد، هنا المحرك، هنا ماكو شيء. لا افتح لي الصندوق. هنيال هالامي تعال. روح راقب لي المحرك. وانت ايش راح تسوي؟ راح اقعد هنا هاك اراقب للمحرك. شنو عندنا هجوم؟ شغل طفي. اسمعني بس شغل. بس اسمعني طفي اخوي. شغل حبيبي طفي. لك حبيبي اسمعني اسمعني، التشغيل من يمك مو من يمي. شيل راسك والعباس. لك بابا اسمه شيل رجلك. وهاي من يمك منه دفعك اني. حبيبي بس اسمع اخو قلب. اوه انت زعطوط انت. تعال قوم قوم هسه الهورن يشتغل. لا شو تقول ما تشتغل. روح شوفه. لك هاي شنو هاي؟ هاي سيارتك فيها محرك. والمفاجأة هذا المحرك يشغل السيارة. والمفاجأة الأكبر من يعطل المحرك تعطل السيارة. هذا زايد هذا زايد هذا زايد. ده يكيت بالسيارة ماتي. ده يكيت. هذا زايد. لعد الناقص منه هاني. افتح لي نارية. فتحت. علق لي دبل إشارة. علقت. شغل المسجل. بس علي شوية بعد. وشعلي علي بعد. كيل كيل أبشطين على المعدوم حشون إبنجيت. لك دوقف اوقف. ايش دت عزيز؟ فهمني فهمني هسه المشكله ما سياره. شنو يأسفني انا اقول لك شغله. شنو سيارتك ما تشتغل الا دفعه. هسه تريد دفعه؟ ايوه انت تدفعها. خساني انت والله ما دافتهم. والله كتني كتل هذا الولد. ادفع ادفع ادفع. روح هسا شجوز. و
الظاهر احنا كل حلقة عندنا طلابة ويا التربية. يعني انا اسف دكتور بس يعني هي ما ادري هي الله دا يقسم انه احنا الحمد لله وشكر على كل شيء. بس مو هو ملفكم دسم والله العظيم يعني. نعوف الملف ما يقبلون والله العظيم. المعدين جايبين 85 فيديو يقولون اختار واختصر. شي اختصر ملف التربية خلنا نعوف الشقة. ملف التربية ملف مؤلم جدا يعني. يعني حتى من تريد تحملة كوميديا تصير بيه مشاكل. حلقة الجاية راح نشتغل شيء خاص عن العنف ويا الطلاب. داعين انه رامبو وروكي وبوكسات نروح للاخبار اللي عندنا. اول خبر ويانا هو يعني واحد انا اتذكر من كنا طلاب بالاعداديه يعني طالب حلمه يجيب 70 75 80. هذا اللي يجيب 90 ما نلتقي به ما نقدر نشوف يعني مش تحكي وياه. هذا جاب 90 يعني. فاكو طالب يا سامريم جايبه 95 وين راحت؟ يعني ليش هذا الظلم حالي حال 79 منه يقبلها؟ يعني بس أنا أناشد وزير التربية هو إذا كان عنده بنت وجايبة 95 راح يقبلها تداوم هندسة ميكانيك؟ إحباط لمريم بعد أن تم قبولها في كلية بعيدة عن أمنياتها ويأس لجهد بذلته للوصول إلى مبتغاها أن تكون طبيبة تخفف عن المرضى أوجاعهم أو تسعد أحد أبناء حيها بالشفاء من مرض عضال. لم يكن الأب بدوره أدنى إحباطا من ابنته الكبرى التي قدم لها كل جهد ممكن لتصل إلى مبتغاها ويكون آخر ما يستطيع تقديمه هو عرض بيته للبيع لإدخالها إلى كلية الطب الأهلية. موضوع مؤلم. مريم جايبة 95 وتروح هندسة ميكانيك. والمؤلم أكثر تصنيع ما التقرير 3/4 ساعة ماخذ التاب. ليش يعني؟ والأب يحكي وهي قاعد توكل البلبل. ليش دا توكليه مريم؟ أكيد مو مريم اللي دا توكل البلبل. أكيد اللي دا يسوي تقرير قالها عود يعني حتى الجمهور يتعاطف وياك فخلي زين. البلبل إيش قد جايب 97 وكلت ورقي يعني. الحمد لله وشكر. عندنا بس ما هو مشكلة إنه مدرسين عندهم خدمة 5 سنوات لازم يقضوها خارج محافظاتهم فراحوا للسماوة كملوا ال5 سنين المفروض يرجعون إلى محافظاتهم لأنه واحدهم دا يشوف عائلته بالأسبوع يوم واحد. من راحوا على تربية المثنى دا يحكون ويا المسؤول هناك ما قبل يحكي. قال أنا ما أحكي للكاميرات يعني مو كاميرا سيارة فيه يا أستاذ لا تخاف يعني كاميرا هذه عادية اللي نصور إحنا بيها يعني ليش تجبرونا على استغفر الله. 5 سنوات شو تريدون بعد من عندهم؟ تخيل رجعون لبيوتهم. بعد أن أجبرتهم الظروف على أن يتعينوا خارج محافظتهم كمدرسين ومعلمين في المثنى شريطة عدم مطالبتهم بالنقل لمدة 5 سنوات وترفض تربية المثنى الحديث لوسائل الإعلام بشأن هذا الموضوع. موضوع الثالث ويانا هو تكدس الطلاب بالمدرسة الوحدة اللي يؤدي دائما إلى عدم الفهم. الله لا يراويكم اللي يؤدي دائما إلى عدم الفهم. لا تشوفون الصبورة بالمدرسة الحكومية عبالك لقطة عامة المعركة ويا داعش. صبورة أهم شيء مو واضحة ونجفها بسيمة المعين حتى نكتب عليها. صفوف مكتظة وسبورات تجاوز عمرها عمر جدران المدرسة. هذا هو حال التلاميذ مع بدء العام الدراسي الجديد وحال هذه التلميذة قد يكون أحسن حالا من المدارس الحكومية الأخرى. وصل أعداد تلاميذ 55 تلميذ. لا المعلم يرتاح بتدريسه ولا التلميذ راح يستوعب من ال... وإحنا حسب النظام يقول ما يتعدى 35 تلميذ للصف الواحد. مواضيع مؤلمة مأساة حقيقية. والمأساة الأكبر بالتقارير اللي أخذناها الاثنين مال السماوة ومال تكدس الطلاب اثنينات ما بهن بلبل لاخ يعني. البلبل هذا البلبل بلبلنا يا نور العين نفس اللوغو احنا كم دجلة ليش يعني. لا حول ولا قوة إلا بالله كل من وراء ازدحام الجادرية والله. حبيبي حبيبي هذا الطابق مال شركة شط العرب للتأمين. اي حبيبي وصلت. بس أريد أسألك سؤال. تفضل. هم صدق تأمين يطون فلوس وهاي لو كلاوات؟ لا 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 أنا نطي تأمين يعني مثل فنلندا مثل السويد. صار فيني هواي ناس عند عملاء هواي. أريد أسألك كم سؤال بخصوص عروض التأمين مالتكم. ها أوكي بس البداية بدي أعرف أنت تأمن على بيتك. أهجم البيت علي بي ونعل أبوهم يا بل يطلع لهم شو سووا بالبيت. استاذ على كيفك. أنا آسف على السؤال بس يعني بتعرف تري تأمن على السيارة مثلا. أنا لو عندي سيارة كان عصيت بازدحام الجادرية وانكسرت رقبتي وتورطت هاي الورطة. أستاذ لعد تري تأمن على شنو بالضبط؟
انا اريد تامين صحي، عندكم تامين صحي؟ استاذ عندنا تامين صحي، بس يعني شو انا متفاجئ لان حضرتك شاب بعدك، يعني ليش تدري تامن تامين صحي؟ لا انا حياتي كلش خطر، انا كل ما يدق تليفوني اتوقع مصيبه. حضرتك تشتغل بمكان حساس؟ لا ايش فايت لي لو اشتغل بمكان حساس؟ عليك تهديدات بالقتل يعني؟ لا لا بس انا ما ادري باي لحظه انجلط. ها تشتغل لعد بالبورصه فتخاف من صعود الدولار ونزوله، شنو اللي جلطك بالضبط استاذ؟ جنان. بس جنان هاي شنو يعني؟ شخصية سياسية، برلمانية، فنانة مشهورة، شنو بالضبط؟ لا زوجتي. زين استاذ ولو هو فضول بس اقدر اعرف هي ليش هالقد مخوفتك؟ شنو نوع الخطأ؟ يا ستار يا رب. اسمع اللغة يا ستار. اسمع اللغة. هسه تدز رسالة بالواتساب غير تكتب جملة كاملة وتدزها؟ لا هي شو تسوي؟ انت طن وينك؟ طن هسه طن اني طن رايحة طن لم طن دلال طن انطي سلفة. شنو هسه هذا الجو مال ترقب الماله داعش؟ شنو؟ استاذ عبالك رايحات البنتاغون، انا معاناتي نفس معاناتك، لا تأذيني اكثر وتقول لي هي هم قرايبك. لا شفايت لك قرايبي شفايت لك. بعد شلون تعرفت عليها؟ كله من ورا ازدحام الجادري. ايدي فهمني شنو قصة ازدحام الجادرية؟ انا صاعد بكيه من البياع للكرادة، صار ازدحام بالجادرية، هي قاعدة قبالي بالكيه، عجبتني بنية حلوة ومؤدبة، قلت خلي اتعرف عليها بين ما يفض الازدحام، اتعرفت عليها ماكو ثاني لقاء، دفعتني وانا اخوك كنت عربانة. اتعصبت السويت. قلت لي انت مو مال زواج وما تدبرها ومو مال مسؤولية. استفزتك. استفزتني اني قلت لها انا مو مال زواج قبل، قلت لها الا شوف اهلك. وشفت اهلها؟ لا قلت ما اسرع، رجعت للبيت فكرت هدأت. ثاني لقاء قلت لي ابن خالي متحلف لك يقول هذا ايش عنده ويا كذا شوفه يجيك للدائره اموته. هنا انت تعصبت. قلت له لك ابن خالك منو؟ اليوم اعقد عليك. هو هذا الكمين، انت من ازدحام الجادريه، اخوك من ازدحام شارع فلسطين. الشرف. هم دقت هم دقت هم دقت هم دقت هم دقت. الو ها جنان ها ها يلا ما يخالف ولا يهمك عبرها. عم اعتذارك مقبول. مضايج مضايج ما زعلان ولا يهمك عادي عادي يلا معذوره. ما تقتنع. معذوره دا اقول لك معذوره. والله ما راح تقتنع. للجنان عوفي هذا جو المسلسلات المصريه عوفي. هاي 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 الجمله هي اللي تنرفزني وهي اللي تعصبني. شنو 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 صافيه يا لبن؟ هسه لازم اقول لك حليب قشطه؟ شنو احنا دا نتصالح دا نتريق؟ لك هي عيشه هاي تخلص وياك؟ هي عيشه هاي والله لو الله خالق نبول ما دومنا ولا هاي العيشه. تولي استاذ اول شهر هديه من عندي لك امشي. تعال رحم الله والديك. نرجع أيضا نناقش موضوع الأنترنت وضعف الأنترنت، وكل مدة تفوت مدة زمنية مع الأسف الخدمة تسوء أكثر وأكثر. واحدة من أهم الاعتراضات اللي صارت على الكابل الضوئي هي أنه العراق راح يكون مخترق أمنيا من خلال هذا الكابل. لكن اليوم احنا شفنا تقرير غريب على قناة السومرية. ما بيبلبل نتخافون. العراق مخترق إلكترونيا، هذا ما أكده مختصون بعد الهجمات العديدة التي شهدتها عدد من المواقع الرسمية الإلكترونية. سهولة اختراق المواقع الحكومية يأتي لعدم اتخاذ الجهات المعنية التدابير اللازمة. بس كأي دور للفلترة أو يعني حماية أمن المعلومات للمستخدم أو للدولة هي نفسها أشوفه كلش ضعيف. بلد ينحمي بطريقة واحدة، أنه إذا مو الجامعات والقطاع الخاص والدولة تعمل مع بعض من أجل حماية البلد صعب أنه تحقق اللي أنت تريده. ولعل أبرز الاختراقات التي حدثت مؤخرا هو تهكير مواقع تابعة لوزارات ودوائر حكومية من بينها وزارتي الشباب والرياضة والبلديات، فضلا عن الموقع الإلكتروني الرسمي لجهاز الأمن الوطني الذي أعلن بعدها عن اعتقال المخترق بعد أقل من 24 ساعة. إذن مؤسسات الحكومية مخترقة قبل وجود الكيبل الضوئي. هذا الموضوع يخلينا أمام حيرة، لأن المسؤولين المختصين بالتقرير قالوا أنه المفروض تصير فلترة، والفلترة ما تصير إلا بالكيبل الضوئي، والمسؤولين قالوا لازم يتكاتف القطاع الخاص والقطاع العام، وهذا مدى يصير لمدى يكمل مشروع الكيبل الضوئي. وهنا السؤال، في أحد بنود عقد الكيبل الضوئي وجود بوابات إلكترونية تحمي
الدوائر الحكومية والمؤسسات الحكومية وتفلتر. هذا معناه أنه هسه إحنا مدى نقدر نحاسب أي شركة خاصة باعتبار أنه كل واحد دا يجيب الانترنت مثل ما قالوا المختصين يجيب الانترنت من المكان اللي يعجبه، لكن بوجود البوابات الإلكترونية إحنا راح نحاسب جهة واحدة، إذا صار أي اختراق راح نجي على هاي البوابة وعلى الأشخاص القائمين على هاي الشركة واللي دي يوفرون خدمة الانترنت نقول لهم صار اختراق، الاختراق من عندكم. لكن هسه بوجود عشرات الشركات الموضوع يبقى مريب. تداد استعد سيدي لمين الوارد استريح سيدي الميورق يديح. شوف ولدي اليوم عندنا شخصية مهمة رفيعة المستوى راح تزورنا هنا بالسيطرة، أريد منكم الالتزام بالأخلاق، الالتزام بالقيافة الصحيحة، الكلام الزين، كل الضوابط لكم تلتزمون بها. كبسة سيدي؟ لك لا بابا بس خلي فهمك. تفتيش سيدي؟ لا موهش بس تعال خلي أحكي لك. سيدي شو. احنا وياك للوحة سيدي نذب التجهيزات والإصلاح والنطفور. لك بابا دخل لحش تعطيني مجال صدق كذب شو راح أفهم هذا؟ راح أحكي وياك بلغتك. اي سيدي هسه تمام. يعني لا تصير لوتي لا عدل شهرتك بالأوتي. معدلها قبل سيدي. يعني لا تصير ملطلط وخلينا نركز بالقط. قط سيدي. يعني بلا لطلطة وبيض وجهي قدام العالم. هذا الحكي تمام. صدق أنت واحد سفلوقي. يعني شنو سفلوقي؟ يعني سافلولوقي. لك يا جبرهود ضموا نفاتكم اضفروا. أنت شرب السيطرة لكم. ورهود ابني حبيب قلبي. خلاص خلاص كافي كافي هذا الحضن مو زين. اقدم لكم ابني فرهود سبع السبنبع ياكل ما يشبع يشتري ما يدفع علبق ما يرجع يصرف ما يجمع. ما شاء الله سيدي كبران بلا كذب وبلا نفاق لا كبران ولا أبد. هو إجا للدنيا هذا عجمه، هو الطفل المعجزة إجا للدنيا 1400 باون. بابا فرهود أنا جبتك اليوم هنا للسيطرة معايشة، خاطر تتعلم وتصير كامل مفيد بالمستقبل. يعني تتعلم الالتزام، الانضباط العسكري، الأخلاق الجيدة والاستيقاظ مبكرا. بابا شبيه هذا؟ والله بابا ما أدري شارب نفوط بنزين. لك أنت تحكي هذا الطفل البريء. بعد قل له فرش أسنانك قبل النوم، التفت يمينا ويسارا قبل أن تعبر الشارع، احكي وياه عن نظافة اليد والنزاهة. لك شنو قدامك؟ موظفة بالنفوس، عرس بلا عروس، شاب ما عنده فلوس. أعتذر سيدي. لك أعاقبك؟ لا سيدي. لك أنقلك؟ لا سيدي إلا هاي بشرفك إلا هاي. أضحك عليك جماعتك هسه؟ لا سيدي الله يخليك فدوة بعد ما أسويها والله. لك بابا أنا أريد أعلمه شلون يقط بلمسة ويتجاوز الشهود والكبسة. صحيح سيدي. لك أنا أريد أعلمه كيفية استغلال السلطة وشون يقط المواطن ويجلطه. الله. أنا أريد أعلمه أنه يكون شفاف ويستخدم أنواع الاختلاف. جميل. لك بابا شو تريد؟ بابا خلينا نخلص بسرعة أريد أتعشى. لك بابا والله قتلتني. أنت الريوق مالتك يبدأ بالسبعة الصبح يخلص بالوحدة الظهر، الغداء يبدأ بالثنتين يخلص بالثمانية بالليل، العشاء يبدأ بالتسعة يخلص بالثنتين. ما تقول لي شو وقت تقرأ إيش وقت تنام. والله موتتني. شوف لنا سيارة خراوي الفرود شلون أدي واجبنا عملي، وانت روح التحق بالواجب. يلا صار سيدي. قدم أخي. بابا هاي السيارة شو تبيع سيدي؟ كاتبين حليب مال أطفال سويس سويس. لك لك عليه؟ لك لا سيدي عليه. لك تتجاوز؟ أقص لسان سيدي. لك من لك سيدي؟ شو مدري هم كاتبين سويس لك. لك انت ظلت وين؟ سويس لك. انطيني انطيني بابا انطيني اوراق البضاعة انطيني اياها. تؤمر سيدي تؤمر. تفضل سيدي. انطيني المانيفيست مال القمرق. تفضل سيدي. مضبوطة. انطيني اوراق السيارة. تدلى سيدي. تفضل. تفضل سيدي. لك شنو انت تتحداني؟ اسف سيدي. لا 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 جاي هنا تغفني. فدور روح لك. لا سيدي اسف. لك شنو اوراقك كامله يا سيدي؟ غير احترم القانون. احترم القانون. انطيني اجازه السوق سيدي. انا مو عندي بس هذا مو شغلك اعتقد، شغل المرور. والله صح. لا هذا يفتهم. تعال تعال اقف بمكاني. تعال سيدي. هنا لا لا علمني شغلي.
لا انت تقول لي شاخذ وش ما اخذ. اروح لك سيدي اسف. لا مو قصدي. ايش عندك بالسياره؟ حليب وسريال سيدي. تجيب لنا كرتونه بكرتونه. تؤمر سيدي. شوف بابا، هذا القط والاختلاف، وراح اقول لك كلمه للتاريخ. اذا الواير ما بي اسلاك، واذا الوايت صار بلاك، واذا المسؤول ما عنده ملاك، هم راح اقط السويسلاك. الله الله. والان نروح لفقره الصور. جمعنا مجموعه من الصور راح نسولف عنها، صور مهمه. اول صوره هي من محافظه بابل. هذا الاجتماع اللي تشوفه حاليا امامنا، لين تشونغ زعلان، حرك ايده بطريقه الاستعداد للعركه، واكو نص موزه اذا تشوفوها وياي موجوده على الميز. هاي النص موزه محير، هاي مشروع وهمي تحسها يعني، لا كمل المشروع نوكل كله، لا رجع نفسه نحط بالماعون، ما نعرف شنو القصه. الصورة الثانية أنا اليوم هي من النجف، قبور وهمية. أنا سامع بالسيطرات الوهمية بس القبور الوهمية ما سامع بها. مجلس محافظة النجف فلش مجموعة من القبور الوهمية اللي كان يتاجر بها أشخاص ويبيعوها على أساس أنه هي قبور والناس تيجي تدفن. 56 وصل للميت. نروح للصورة الثالثة. شاهد عزيزي المشاهد ولاحظ عزيزي الملاحظ أنه شرط مرور قاعد يعلق بالدراجة. فلوس الحكومة هذه، مو فلوس الحكومة، هاي فلوس الشعب قاعد تعلق بيهن مو. نروح للصورة الرابعة ويانا. والصورة الرابعة في محافظة ديقار. هذه المحولة اللي تشوفوها سعرها مليار دينار. يا سلام، هذه بمليار. إذا الخبر صحيح فبالعافية على الخمطهن، وإذا الخبر غلط نتمنى أن يتصل ببرنامج ولاية بطيخ ويصلح المعلومة. وهنا ننتقل إلى الصورة الخامسة. قائم مقام الكوت جالس في مكتبه وهنالك حملة في الكوت لإزالة التجاوزات. وإذا رحنا شوية يمنى بالصورة راح نلقى كومدي نصعد فوقه، نلقى علاليق. نتمنى من قائم المقام أن يزيل العلاليق بدربه وبعدين يزيل التجاوزات. علقت بطريقة المعلق ما طوبة. كان عنديش مشروع وفشل الحمد لله والشكر. سمسم يلا 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 يلا. شاكو خلي نعزل ما طول ماكو حد. لك ايش عندك حبيبتي؟ حبيبتي حبيبتي شبيها جاية من الخارج ولازم اروح اجيبها من المطار. من يادة ولا جاية هي؟ هلا ما ادري. هي حلوة لك لا شايفها زين. هي حب زواج؟ اذا ما من الزوجة زواج. ايش يصح لك يا لك من صفحة القديمة قبل لا تتهكر يعني صاير بيناتنا تاق ونقز. يعني قصدك زادة وملح؟ بالضبط. أموري هي رادتك تجي للمطار؟ لا والله نزلت بالفيسبوك صدق باكر بالوحدة أشوفك بغداد. الله يطيح حظك. غالي وغالي السلام عليكم. شكو شكو عليكم السلام. هلا وهلا وهلا حبيب قلبي ودول قلبك. مع السلامة أشوفك بخير إن شاء الله. لك مع السلامة شنو؟ حبيبي جاي من الصويرة ورد اتعشى ببغداد، فريت المطاعم كلها معزلة بس انتم فاتحين، واني سامع عن اكلكم خرافي. لا يا باشاعات ناس ما تخاف الله والله العظيم. حجي فيدك حبيبي جوعان ومشتي اكلة دسمة، رزق ورزق عائلتي تشريب لحم يلا. يلا سوينا. شكو شكو. حبيبي والله العظيم التشريب عندنا يخلص بثلاثة ويا الازدحامات. والله العظيم اذيتني، بالله العظيم اذيتني زين. هذا بعد هاي لك صدق كذب كسر المحل هسه شاكولاني زين قوزي يلا. لك شكو لا تظلمون. حبيبي والله العظيم القوزي يخلص بالوحده ويا حله المدارس. لك هاي شنو وانت ابن المعلمه هسه شاكولاني لعد ايش عندكم؟ عندنا تكه بايته صار لها ثلاث ايام تموت، يعني تاكلها منها تشرب شاي بالطوارئ. رزقه ورزق عائلتي اموت على السالفه البايته. يلا تكه لا تصفن علي. لك شكو شكو. دا شوفنا دا ننظف واحتمال نعزل. لك انت عار؟ ليش؟ لك بابا دا اقول لك جاي من الصويرة وجوعان، لك انتو هيك تعاملون خطاركم؟ لا بهاي خجلني. والله يا بامير صدق يحكي. احد الليك مطعم يسوي تكة تموت، ثالث فرع على يدك اليسرى. خلي ولن، قلت لك انا قافل على البايتة، ابداع تمك روح سوي لي تكة. اخي مو دنعزل. دا حلفك بامك. والله ما اقدر. لك امك. ترى امي مو كلش عزيزة علي. عادي. زين هذا امه مو عزيزه، امك شنو فيلمها؟ حبيبي والله تعبانين ودنا ننظف ودنا نعزل الله يخليك. تقول لي دنا ننظف لك تمشي سوي تك امشي. حبيبي فدوى القلب قلبك عليك راح تجيك شفطها شفط تاكلها بسرعه وتفلت لان اخوك مستعجل. غالي وغالي وين تولي؟ لك محلات الشرب كلها معزله هسه. انت من هذا النوع؟ لا
حبيبي يعني عندي ظرف عائلي وهيك. عندك ظرف؟ هسه تحكي لي. لا يعني ظرف عائلي قابل انتقاص وصل مال ميانه حتى سالف لك ميسي. لك حبيبي احكي لي وذا عائلي شنو اختك حامل؟ ايش بيك بابا؟ لا بابا الموضوع اكبر. امك مهزومه؟ لا الموضوع اصغر. لعد شنو احكي لي؟ ولو دخلت روحك هواي بحياتي بس راح اسالف لك. حبيبتي جايه من الخارج ولازم اروح اجيبها. رزق ورزق عائلتي، انا وصلك للمطار. لا مخاف اشوف قميصك وتتذكر الجلاد مال المدرسه وانا قاعد لها تعرك ما ترهم يعني. دمشي لك؟ شو عليك انت بيها؟ اسمع علي بيها عم عوفها. زين عندها اخت؟ عندها ثلاث خوات، جيب ثلاثه اخوتك وتعال هم عندهم سلفه حتى بلكت الله يطوق الاول والطيق ويصير براسه خير. لك بابا انت ما طش عليك انت. وهاي التكه يلا. رحم الله والديك حبيبي. والديك غالي وغالي. ها شنو؟ شكو؟ ما مستوية. في دور وحدك حكيت لك موقف إنساني واحد غيرك ياكلها نية على مودي. لك حبيبي غالي وغالي أنت شكو مستعجل؟ بس قل لي هسه أتعشى وأشرب شاي وأخذك وأروحك. وخذ لك بعد غفوة نص ساعة هنا هم ترتاح وروح. غالي وغالي راح تصفن علي دروع ستوها زاي الدروع. روح روح. بس احكي لي هي شعدها دايحة بالخارج. زين بس عندي سؤال، انت صار لك جد اكتشفت روحك ما تستحي، لك انت منين الله جابك علي انه بهذا قميصك كتلوك ما صبغ ما ادري شنو. يلا عيني بس فضنا رحم لوالديك. ها شنو؟ شكو؟ اقول لك هذا لا شاوي لي طماطه لا شاوي لي بصل، شنو اكلها هي ثاني؟ اها شوف راح نعوق بالمحل، انت تشوي براحتك وتاكل طماطه وبصل وهاي مفاتيح المحل، بس اطلب منك طلب والسركت تخليه بالنص، الدقمه راح ادلك اياها حتى تطفي الاضويه، وخاف يدق ابو المحل قل له ولد بطلع ماشي؟ يلا غاتي مع السلامة. وفي الختام وين نروح؟ رح الغيامات ها نعيم عبالكم ويجي واحد يطفرن السياج وروح. بس قبل ما نحكي على الغيابات الجديدة خلي نحكي عن الغيابات القديمة بديش الحلقة، لأنه جانا كتابين رسميات للبرنامج. هذين الكتابين مثل ما تشوفون ويانا، كتاب موجه من السيد عدنان، لا حامد عبيد المطلق، يقول اني ما كنت غايب ويطالب باعتذار، لازم احنا ولاية بطيخ نعتذر له. اوكي تدلل تدلل. وعندنا عدنان عبد المنعم رشيد ايضا يقول اني ما غايب، وهذا يعني موجه الي شخصيا والى البرنامج، والا يرفعون علينا قضية ان شاء صار خمسة خير من الله. الحمد لله والشكر. فيا عيني احنا ما جبنا هذا الموضوع من جيبنا، احب اقول لك بانه احنا ناخذ الغيابات من الموقع الرسمي للبرلمان. وبالموقع الرسمي مو انا هسه راح اصير حارق شويه، راح العب دوره بالليل، باع باع الحقد والكراهيه وين وصلت. خليك اخر اسم استاذ عدنان، استاذ عدنان باع وياي هنا، تدخل الجلسه رقمها 25 ليوم 9/10/2017. للمعلومات دائما احنا نقول احنا الجلسات هذه مو اللي تصير بيوم الاربعاء قبل يوم الحلقه ويوم الثلاثاء، هذه اخر جلسه تنشر في موقع مجلس النواب الرسمي على الانترنت. فموقع مجلس النواب الرسمي على الانترنت قبل الحلقه السابقه نشر الجلسه رقم 25 ليوم 9/10/2017 اسماء الساده النواب المتغيبين عن الجلسه، وترتيب حضرتك هو الاخير كان استاذ عدنان، هي عدنان عبد المنعم رشيد. تدخل الموقع وتتأكد بنفسك قضيتك مو وياي، قضيتك ويا الموقع الرسمي لمجلس النواب. أما الأستاذ حامد لا شوية كان لي قدام لأنه عاد تسلسل الأبجدي حسب ما أعتقد. هي تشوف هنا أنا حامد عبيد مطلق هذا اسمك، قضيتك مو وياي أستاذ، قضيتك ويا الموقع الرسمي لمجلس النواب. أوكي وهذين الكتابين أنا جدا أشكركم وأقدر فعلا انه انتم خاطبتوا بطريقه مؤدبه ورسميه، وهذا لازم نشيد به الموضوع. لكن قضيتك مو وياي، قضيتك ويا موقع مجلس النواب. اوكي نرجع مره ثانيه، وهي القضيه المهمه اللي عندنا دائما اللي هي الغيابات. احنا اليوم شوي غياباتنا هوايه فما خليناها بالدفتر الاحمر، راح يخلص هذا الدفتر مع الاسف. هاي جلسه يوم 21/10 مو بعدين يجي واحد يقول لي انا كنت داوم وهذه. اوكي العدد قليل على ما أعتقد، 58 اسم. قتيبة إبراهيم تركي، اسمع اسمع ذي على اسماء أرجوك. سالم جمعة خضر، مثال جمال حسين، عقيل عبد حسين، ضياء نجم عبد الله، هاشم راضي جبار، عبد الهادي محمد تقي، سليم همزة صالح، هذا جزء أكو غلط هو همزة أو حمزة ما أعرف، إسلام حسين علي عيسى، داعبر النواب الأكراد لأنه يعني ما محتاج نذكرهم،
لأن هم أصلاً يعني منقطعين عن الجلسات. عبد العزيز حسن حسين حسن، أزهار عمران محمد، أمل عطية عبد الرحيم، عدنان رميض خرنوب، ندى عبد الله جاسم، أقول ما حد يحكي ما حد يحكي، ندى عبد الله جاسم، هناء تركي عبد، زاهد محمد سلطان، محمد ريكان حديد، ومحمد ناصر دلي. هذه غيابات مجلس النواب لجلسة 21/10. أحد التعليقات قرينا بأنه النائب عبد الهادي محمد تقي مصاب بمرض معين، وهذا سبب تغيبه عن جلسات مجلس النواب. احنا سوينا سيرش ومو وصلنا إلى نتيجة دقيقة بهذا الموضوع، فإذا هو فعلا مريض نتمنى له الشفاء العاجل، وإذا هو غايب فإحنا دعنا اسمه ويا الغيابات. نروح إلى الفقرة الأخيرة عندنا بالحلقة قبل الختام، وهي فقرة شيء إيجابي حصل بالعراق ونحب نضيع عليه. كلنا نقرأ، برنامج تبنته منظمات مدنية في البصرة، ابتدأ بفتح مكتبة في سجن الأحداث للنهوض بهذه الشريحة والعمل على إصلاح سلوكهم. ليس هذا وحسب، بل أن هنالك دورة لتعلم القراءة والكتابة للمودعين هنا. مثل ما شفنا سجن الأحداث البصرة مسوي مكتبة تحت عنوان كلنا نقرأ، ومسوي أيضا دورات لتعليم القراءة والكتابة. كنا نعرف أنه الأحداث هم يعني يدخلون للسجن وبعدهم ما مكملين مسيرتهم التعليمية. سجن الأحداث البصرة نرفع لهم القبعة ونقول لهم أنتوا الإيجابية اللي موجودة بحلقة ولاية بطيخ لهذا الأسبوع، ومنتظرين إيجابية أخرى في الأسبوع القادم. وبالنهاية أقول لكم في مالا، ونشوفكم حلقة جديدة. التمينا بولاية فيها بس تحشيش، بطيخية كل الناس حبوها، أموري وأثير وأرص ويغسان، كنا أسرار عدنا وما تعرفوها، وأعضاء الفريق اتفقوا بهاليوم، كل أسرارهم للناس يحجوها. قبل كنت هواية أزحف شاب ويدور حنا، هسا كاره شكو بلاية من ورا اللزقة جنان، لو شفت مطلبة كيف واركض على حواجبي، هسا ماجد المهندس صار كل صاحبي، صاحبي صاحبي غالي وغالي. كنت تيه بالعلاوي الكردة وين تصير مدري، محدق وقضيها نايم ولي محتارين بمري، أجبت لصادق كنت لاعب حتى لو مسحول دوري، هسه نشأ صار ضلعي وشقي منور صبري. جيب الكاس جيبه، جيب الكاس جيبه، جيب الكاس جيبه لك، جيب الكاس جيبه، جيبه سمير. الشعب لو ينجمع كله شعب واحد ايد بيد، بلحظة هم أقدر أقطع مو لعب كامل مفيد. الله قبل بالسيطرات هواي قطاني، هسه الشرطة قاموا هم ينطوني، العشر تالاف بد ما تدرس عيوني، ومن 25 وفوق، ومن 25 وفوق يصير القط يخبر، يصير القط يخبر، لحديد ازلي رسايل ترى ما عندي وقت، قبل عادي كنت اجاوب لان محدق كنت، طاق هسه من الاخير ومنو ما يعرف اثير، انا مو ذاك الحديقة نجم هسه صرت علي خاشه مثل ليش مظلوم، يعني شلون اضرب روحي طرقه، البس احمر العالم يعرفون، ابو الاحمر ترى مخرم الحلقه، اريد ابعد اشكي وعلى حالي ابكي، بس انا ترزع دوري كلمتي انا احكي، اي من توالى احساني وعلي تصير الأقوى وعركها بالولاية، راسي البلواني وكلها من ورايا، محضر
لكم وصايب